في إطار أنشطة تربوية التي تقوم بها المؤسسة قمنا بتنظيم مشروع حول البحر، ولإنجاح هذا المشروع اعتمدنا العديد من الأنشطة، من بينها بحوث علمية حول عالم البحار، مما تمكن التلاميذ من انفتاح عن عالم البحار واكتسابهم معرفة محضة. كذلك قمنا ببحوث علمية، بحوث دينية وعلاقة القرآن الكريم بالبحار. كذلك نظمنا مسابقات ثقافية وقمنا برحلات ميدانية إلى الميناء. كذلك قمنا بتنظيم أنشطة فنية ومسرحيات وقصائد، وكل هذه الأنشطة قام بإنجازها التلاميذ تحت تأطير وإشراف جميع الأطر التربوية. ومن بين أهداف المؤسسة وهي عدم جعل الفضاء المدرسي فقط فضاء تعليمي محض، بل يجب أن يكون فضاء ترفيهي وفضاء لإبراز مواهب ومواهب الإبداعية وتفريغ الطاقات السلبية للتلميذ، وهذا له مردودية خاصة وجيدة جدا على مستوى التعليمي والدراسي للتلميذ. هذه نماذج من مجموعة الأعمال التي أقوم بها مع الأطفال في أسامي جميع المواد، يعني مواد طبيعية، مواد تقليدية يعني صناعية، فهمت؟ ثم في هذا مثلا عندنا في هذا العمل استعملت يعني الكوكياج، يعني مواد غذائية مثل الرز، كذلك هنايا أحجار طبيعية للبحر، كما استعملت الرمل والأعواد. هنا بالنسبة للشمس استعملت الأعواد والعقيق. كذلك بالنسبة لهذا الرسم استعملت مع القسم الخامس، أصلا هما تيقراو الأبعاد، يعني درنا البعد
للزخارف، زخرفة، استخدمت الزخرفة هنا بالنسبة للأبعاد، للبعد، بالنسبة للشراع وكذلك لبعد البحر. يعني 14 سنة، 14 سنة وأنا أشتغل هنا في هذه المؤسسة، وأشتغل في هذه المادة، يعني مع الأطفال. أنا فكرت أن أستعمل الأعواد، لأن في القديم كانوا الناس ما كانوش كيستعملوا، ما كانش لي باطون ولا هذا، كانوا الناس باش يعبروا كانوا كيعبروا كانوا كيديروا لي باطون بالعود. هادشي علاش استعملت انايا العود ديال النخل، جسو على شكل باطو. هنا استعملت الشبكة ديال البحر، وهنا زينت اللوحة بكوكياج بأصداف. هنا بالنسبة لهذا الرسم هنا استعملت، هنا أريد طابلو تقليدي، أنا بغيت طابلو تقليدي، يعني استعملت هنايا صور للأطفال جسدت بها لي باطو، وهنايا حاولت أنني أستعمل جميع الأصداف التي يحتويها البحر. وهنا في هذه اللوحة استعملت الرمل، هي بالنسبة لعمل طفل، وفكرت أن نستعملوا الرمل، يعني ألون الرمل اللصقة، نعم اللصاق، يعني الرسم الذي رسمه الطفل كله باللصاق، ثم استعمل أنواع ديال الألوان ديال الرمل. كتستعمل القدرات ديالهم يعني الذهنيه كتخليهم يبتكروا، بحال الموضوع اللي طارحين دابا، موضوع ديال البحر كيتعلق بالبحر، كتخلي التلميذ يمشي يبحث في البيت ديالو، يبحث في الانترنت باش يعرف، تكون عنده معلومات كبيره على المسائل ديال البيئه، وكي التلميذ كيشاهد يعني هاد المسائل هادو، هاد بحال هاد الانشطه يعني كتساعد التلميذ باش ينمي القدرات ديالو. كنتمنوا من الله يعني الانشطه يزيدوا يعني كثروا، ماشي غير في افاق، في مدارس اخرى، باش الدراري يعني البنيه في القسم الخامس. تبان لي فكره المعرض فكره جيده جدا، لانه هذا مجال انه تتكون هو ملتقى تيتلقى فيه الاباء والمدرسين والانتاجات ديال الوليدات، فمن ناحيه كاين خلق تواصل ما بين مختلف هذه الاطراف اللي ذكرت، وكذلك هو الفكره الاشتغال على تيما واحده ولا موضوع واحد، هي فكره البحر باعتبار المحمديه
مدينة شاطئية، وأن الوليدات عندهم واحد الاحتكاك بالبحر وبالشاطئ إلى آخره. فاشتغال جميع المستويات على موضوع واحد، مختلف المهارات ديالهم والمستويات ديالهم، كيبرز واحد يعني كيشجع الوليدات على البحث خارج المقرر الدراسي. هذا شيء مميز، وكذلك إبراز السمات الفنية وال يعني القدرات الخيالية ديال التلاميذ. وكيبقى علينا إلا نشجعوا هذه المبادرة اللي كنحيوا الإدارة ديال المؤسسة ديال الآفاق بأنها تستمر في أفكار مماثلة إن شاء الله في المستقبل القريب.